صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. تسمعوا هيك بيقولوا ليه؟ لأنه بيتمنوا إنه صباحكم يكون كتير حلو. فأنا بقلكن مرحبا أحبائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله منيح. جاهزين لحلقة جديدة من تعلم اللغة العربية؟ هيا بنا. فإذن اليوم في عنا نص وفي عنا تمارين، ولكن قبل ما نبدأ خلونا نستمع للأغنية. ملابسي جميلة أنواعها كثيرة، دائما مرتبة ألوانها عجيبة، خضراء صفراء حمراء، كل الألوان موجودة، منها الطويل ومنها القصير، القطن والحرير للصيف والربيع، الصوف والفرو للبرد والصقيع. ملابسي جميلة أنواعها كثيرة، دائما مرتبة ألوانها عجيبة. غنيتوا مع الأغنية؟ شو رأيكم نبدأ بالنص؟ تابعوا معي. ماذا ترتدي الحيوانات؟ شو بتلبس الحيوانات؟ الناس يلبسون الثياب، لكن هل ترتدي الحيوانات ثيابا؟ ماذا يكسو جسمها؟ إذن الناس بيلبسوا تياب، ولكن أقولكن الحيوانات كمان بيلبسوا تياب؟ هلا منشوف. طبعا لا. فإذا شو اللي بغطي لجسمها من البرد؟ شو رأيكن؟ هيا بنا نكتشف. القرد يكسو جسمه شعره، فإذا القرد شو بغطي له جسمه؟ الشعر. القنفذ تكسو جسمه الأشواك، مثل ما بتتذكروا بالحلقات السابقة شفنا أنه القنفذ شو في؟ بيحتمي بشو؟ بأشواكه يلي هي على جسمه من الخارج. السنجاب يكسو جسمه الفرو. الجمل يكسو جسمه الوبر. الطيور جميعها يكسو أجسامها الريش. إذا الطيور كلها شو بغطي لجسمها؟ الريش. أما فراخها الصغيرة فيسمى ريشها الزغبة. أما لما تكون هالطيور بعد صغيرة خلقان جديد فشو بغطي لجسمها؟ الزغب. أما السلحفاة فيحفظ جسمها درع صلبة. إذا الغطاء اللي على جسمها للسلحفاة بنسميه درع، وشو بكون؟ قاسي كتير. نرجع نقرأ النص، تابعوا معي. وهلأ بدي منكم تنتبهوا لمخارج الحروف، يعني بس يكون في شدة بنلفظ الشدة من شد، بس يكون في عنا ذال بنلفظها بوضوح، مش ز يعني ذال، لا في فرق باللفظ. والثاء كمان، حاولوا اقروا معي احبائي. ماذا ترتدي الحيوانات؟ قولوا معي. ماذا ترتدي
الحيوانات. الناس يلبسون الثياب، لكن هل ترتدي الحيوانات ثيابا؟ ماذا يكسو جسمها؟ هيا بنا نكتشف. القرد يكسو جسمه الشعر، القنفذ تكسو جسمه الأشواك، السنجاب يكسو جسمه الفرو، الجمل يكسو جسمه الوبر، الطيور جميعها يكسو أجسامها الريش، أما فراخها الصغيرة فيسمى ريشها الزغبة، أما السلحفاة فيحفظ جسمها درع صلبة. تعبتوا؟ أكيد لا، لأنه بعدنا بداية الحلقة، منتابع ولكن بعد هالوقفة. ماذا ترتدي الحيوانات؟ الناس يلبسون الثياب، لكن هل ترتدي الحيوانات ثيابا؟ ماذا يكسو جسمها؟ هيا بنا نكتشف. القرد يكسو جسمه الشعر، القنفذ تكسو جسمه الأشواك، السنجاب يكسو جسمه الفرو، الجمل يكسو جسمه الوبر، الطيور جميعها يكسو أجسامها الريش، أما فراخها الصغيرة يسمى ريشها الزغب، أما السلحفاة فيحفظ جسمها درع صلب. جاهزين لهالتمارين؟ معنا التمرين الأول شو بيقول؟ ركزوا معي، تعرفوه كتير منيح. أربطوا بين الفعل واللباس المناسب. شو يعني؟ عندي أفعال وعندي كلمات بتدل على أنه الإنسان بيلبسها. أول كلمة هي الحذاء. الحذاء شو بيقولوا؟ بلبس حذائي أم بيقولوا؟ إذن شو بيقولوا؟ بلبس يعني أرتدي أم أنتعل أم أعتمر؟ تذكروا منيح، فكروا فيها. القبعة، القبعة شو بيقولوا عن القبعة؟ أرتدي أنتعل أم أعتمر؟ القميص، القميص شو بقولوا عن القميص؟ أرتدي أنتعل أو أعتمر؟ أنتعل يعني تذكروا منيح، فكروا فيها. رح أذكركن أنا بأعتمر بطريقة. ماذا أعتمر
لأحمي رأسي من حرارة الشمس. فكروا بالجواب، ماذا أنتعل كي أسير على الطريق؟ وماذا أرتدي كل يوم؟ في الصباح أبدأ بارتداء ملابسي، من ثم ماذا أفعل؟ أنتعل الحذاء، ومن ثم إن شئت أعتمر قبعة، صح؟ يب. فإذا ماذا أرتدي؟ أول فعل أرتدي الحذاء، القبعة أو القميص، شو بتقولوا؟ طبعاً أرتدي القميص. نربط بين أرتدي والقميص. تاني فعل، فكروا منيح، أنتعل، أنتعل، ماذا؟ الحذاء أم القبعة؟ فعل أنتعل بستعمله لكلمة من هالكلمة. أنتعل ماذا؟ الحذاء طبعاً، أنتعل الحذاء وأعتمر القبعة. إذن أرتدي القميص، الملابس، أنتعل الحذاء وأعتمر القبعة. احفظوا هاي، أرتدي ملابسي، أنتعل الحذاء وأعتمر القبعة. منتابع مع التمرين الثاني. اتبعوا المثال، شوفوا شو كاتبين. أول شيء أنا أكتب، أنا أكتب، نحن نكتب، أنا لحالي، نحن يعني مجموعة، أنا ورفقاتي أو أنا ورفيقتي لحالنا اثنيناتنا. أنت، أنت تكتب، أنت مين؟ أنت اللي عم شوفك قدامي، عم بخاطبك أخاطبك، يعني أراك أمامي وأكلمك. فهمنا؟ منتابع. أنا أكتب، إذن نحن نكتب، أنت تكتب. هون في عندي فراغ، شو كاتبين بالوسط؟ نحن نرسم، وهون فراغ، فإذن نحن نرسم، بنتقل لهديك الجهة وبكتب مثل أنا. هون كمان مرة أنا، أنا بس مع أي فعل؟ مع فعل نرسم. شو يعني فعل؟ يعني عم بعمل شيء. منقول نحن نرسم، أنا شو؟ أرسم. أحسنتم، أنا أرسم. فإذا أنا أرسم، نحن نرسم، وبكتب أنت هون، شو منقول أنت؟ قولوا معي ترسموا. بدي منكم تلاحظوا شغلة بين أنا أكتب وأنا أرسم، نحن نكتب ونحن نرسم، في شيء مشترك بين أنا أكتب وأنا أرسم. الفعل بشو بلش؟ بشو بدأ الفعل؟ مع أنا. فكروا فيها بعدين ما ننجاوي. نحن نكتب، نحن نرسم، كمان بشو بدأ الفعل؟ فكروا فيها. أنت تكتب، اسمعوا منيح، أنت ترسم، بماذا بدأ الفعل؟ فكروا فيها. هون عندي أنت تجمعوا، كمان كاتبين إياها. بلشتوا تلاقوا الجواب؟ طبعا. مع أنا شو بقول؟ أنا تجمع؟ أبدا. شو بقول؟ أنا أجمع، أنا
أجمعوا. نحن نجمع، طبعا نحن نجمع، أنت تجمع. هلأ فكروا منيح وركزوا مع أنا. بشو بدأ الفعل؟ أكتبوا، أرسموا، أجمعوا. إذن الفعل مع أنا بشو بيبدأ؟ ب أ بالهمزة. اتفقنا أحبائي؟ هيدا شيء اسمه صيغة المضارع. شو يعني المضارع؟ يعني أنا عم بكتب هلأ بالوقت الحاضر، مش كتبته بالماضي من قبل. لا، الفعل إذا في يكون بالماضي من زمان عملته، أنا كتبته فرضي في الأمس، وفيني أقول أنا أكتب فرضي أي متى؟ الآن. أنا أكتب الآن على اللوح، مش كتبتن من مبارح. إذا هيدا الشيء، هالصيغة هيدي للفعل منسميه المضارع، منوضحها بعدين. نحن نكتب، نحن نرسم، في نحن هون ما كتبتها، نحن نجمع. إذا بشو بدأ الفعل؟ مع نكتب نرسم ونجمع. بماذا بدأ؟ بالنون. إذا الفعل مع نحن بيبدأ بشو؟ بالنون. أنت تكتب، أنت ترسم، وأنت تجمع. بماذا بدأ الفعل مع أنت؟ بالتاء. أحسنتم. فإذا الفعل مع أنت يبدأ بالتاء. تعبتوا؟ أكيد لا، لأنكم شاطرين. منتابع ولكن بعد هالفاصل. لاحظوا أحبائي بهالتمرين شو بيقول؟ أضيفوا ال إلى الكلمات الآتية وأجري التغيير اللازم. إذا بدي زيد ال على هالكلمات، وبدي انتبه في شيء بدي غيره بالكلمات. أول كلمة ماذا نرى في الشاشة؟ دراجة. فإذا أول كلمة دراجة، دراجة. إذا بدي زيد ال على هالكلمة، فكروا منيح شو لازم أعمل؟ لازم زيد شيء أو يكون؟ يمكن إذا قلت الدراجة، الدراجة، شو بعمل؟ شو لازم حط؟ شدة. أين أضع الشدة؟ الدراجة على الدال. لماذا أضع شدة على الدال؟ لأن الدال حرف شمسي. أحسنتم. الدراجة. إذن بدي حط شدة. وفي شيء كمان بالآخر حذفته هون، دراجة تن. تذكرتوا شو اسمها هيدي؟ تنوين. أحسنتم. إذا تنوين شو بصير فيه؟ بيروح بطير لما عرف الكلمة بقل. الدراجة تو. تاني كلمة طائرة، طائرة. شو بتصير؟ الطائرة خطأ. تذكروا منيح الطائرة. ليش الطائرة شدات؟ ما لفظت اله، لأن الطاء حرف شمسي. اكتبوها معي، الطائرة، الطائرة. لاحظتوا؟ الطائرة. إذا حذفت التنوين. ليه؟ لأنه دخلت التعريف على الكلمة. ثالث كلمة سيارة، سيارة. ما أجمل هذه السيارة الزرقاء اللون. إذا سيارة بتزيد ال، شو بتصير؟ السيارة
خطأ. السيارة. السيارة، لأن السين أيضاً حرف شمسي. رابع كلمة، ثوب. ثوب، انظروا إلى هذا الثوب الأحمر لون. ثوب. إذا زدت ال دغري بدي فكر شو بعمل؟ بكتب حط شدة على التاء، لأنه التاء حرف شو؟ شمسي طبعاً. الثوب، بحذف التنوين كمان، شو بحط؟ ضمة، حذفت التنوين. فإذا عندما تدخل التعريف أو ال على الكلمة شو بصير؟ نحذف تنوين. وإذا كان الحرف الأول حرفاً شمسياً ماذا نضع؟ الشدة، نضع عليه الشدة. اتفقنا أحبائي؟ منتابع. أكمل الجملة الآتية. أنا أشرب، عم خبر. أنا أشرب. هو ماذا يفعل؟ هو مش شايفته قدامي، منه قدامي. هو شي واحد، ماذا يفعل؟ شو أقولكم؟ بقول هو عادي بالعامية بالدارج، يعني شو بقول؟ هو عم يشرب. يشرب، صح؟ فإذا كمان باللغة الفصيحة منقول هو يشرب. هو يشرب. أنا ألون. أنا ألون. هي. هي شو منقول؟ هي شو عم تعمل؟ عم بتلون. سمعتوا منيح؟ عم بتلون. فإذا هي، خبروني ماذا تفعل؟ تلون. هي تلون. فإذا أنا أشرب، هو يشرب. أنا ألون، هي تلون. اتفقنا أحبائي؟ أنا ألون، هي تلون. وهلأ ما تروحوا لمطرح، لأنه في مفاجأة بانتظاركم. قبعة، حذاء، دراجة، كتاب. تتذكروا الحزورة حذرتكم إياها بالحلقة السابقة؟ شو جوابها؟ تذكروا شو بتقول الحزورة؟ أنا شيء من قماش وحديد، يحملونني شتاء لكي لا تبتل ثيابهم. مين عرف الجواب؟ أكيد كتار منكم عرفوا الجواب. شو هو الجواب؟ المظلة طبعاً. المظلة التي نحملها في الشتاء كي نحتمي من المطر، كي لا نبتلى. وفي حزورة جديدة بدي منكم تفكروا فيها منيح. شو بتقول؟ أنا ما يغطي أطراف الأصابع. شو يعني أطراف الأصابع؟ إذا قلت أطراف الطاولة، شو يعني الأطراف؟ الجوانب. فكروا منيح فيها بعيدة. أنا ما يغطي أطراف الأصابع، فمن أنا؟ شو أقولكم؟ فكروا فيها منيح. وما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمروا بأسفل الشاشة. وأنا بودعكم إلى حلقة جديدة. إلى اللقاء. هيا
يا أمي، أمي هلمي كي تطعميني فطيرة اللحم. اللحم مفيد والفول حديد وجسمي بحاجة لكل جديد. ماذا عن الخضار والجزر والخيار؟ فالأول دواء للنظر والثاني من أليافه نفيد. هيا يا أمي، أمي أطعميني كل ما هو مفيد، كل ما هو جديد. مرحبا أصحابي، عبالكم تتعرفوا على تقنية جديدة من I Can Draw. بحلقتنا لليوم نحن بحاجة لكرتون أبيض، تلوين مائي جواش، وعاء مي قديم الماما منا عايزته، قماش، ورق شجر، ريشة، وباليت أو صحن. بيوم من الأيام من عشية كنت عم فتش بدفتر مذكراتي أنا، وعم فلفش بالوراق لقيت أنه باليوم التالي عيد ميلاد صديقتي. هيدي البنت بحبها كتير وعبالي أقدم لها يا هدية يا تذكار، بس لأنه الدنيا كانت ليل وما في حدنا محلات قريبة، لقيت من الأفضل حضر شي مني أنا وأقدم لي، لأنه ما بدي يمرق نهار عيد ميلادها بدون ولا أي ذكرى مني. طلعت لبرا لقيت بالجنينة عنا في ورق شجر كتير، عنا أنواع شجر مختلفة. قطفت كم ورقة شجر وقررت أعمل لها بطاقة بمناسبة عيد ميلادها. جبت كرتونة بهيدا الشكل، رح أطويها للنص لحتى أقدر أكتب من الداخل الأمنيات اللي أنا بتمنى لإياها. طويتها بالنص. أنا عندي بالبيت تلوين مائي، جبتن سبق وحضرت كم لون، بس أنا وياكم رح نشكل كم لون بعد تتشوفوا كيف أنا بحط الألوان. هيدا لون الأخضر، أنا سبق وعندي أخضر بس هيدا لون أخضر غامق، عبالكن نحط لون أحمر معون. وهيدا اللون الأحمر، هودي ألواني صاروا جاهزين والمي جاهزة، ما إلي إلا أطبع ورق الشجر. بالميات رح حط ريشتي ونقطة صغيرة فوق كل لون، بدنا ننتبه كتير منيح لنظافة البيت وغراض الماما. اللون الأحمر رح أعمل فيه هيدي الورقة، راقبه كتير منيح. رح حط بانتور أو تلوين على ورقتي، بمسكها من الطرف، ما تعتلوا هم لون جو ايديكن، بس تغسلوا بروحه. اهم شي تكون الاضرار خفيفة، يعني ما نجويلها كتير للماما حتى تضلها تخلينا نشتغل. فيكن انتو تجيبوا جريدة وتحطوها على الطاولة، هيك الماما بضل بيتها نظيف وبضل تخلينا نشتغل. هيدي اول ورقة صارت جاهزة، راقبوا كتير منيح كيف بدي اطبعها. رح حطها بهيدي الطريقة، انتو فيكن تحطوها بالاتجاه اللي انتو بتحبوه، فيكن ما تشدوا كتير وبتشلوها بسرعة. هيدي أول ورقة مطبوعة صارت عنا، رح انتبه وين عم حطها حتى حافظ على النظافة. رح اختار ورقة بشكل قلب لأنه أنا كتير بحبها لرفيقتي، كمان رح لونها باللون الأحمر بس رح خليها شوي بعيدة عن هيديك. بمسكها من طرفها وبجرب كتير انتبه، لاحظتوا انا جويت ايدي بس ما عندي مشكل. هلا بعد شوي بغسلهم وبينضفوا. رح اعمل القلب هون. اذا بتلاحظوا انه التفاصيل الورقة ما عم تظهر، مش مطلوب تظهر التفاصيل بكل وضوح، حلو هيدا الكونتراست او هيدا التناقض اللي منشوفه باشغالنا. رح اخذ الريشة التانية كمان بنتبه للنظافة، ورح حتى اختار لون تاني، بتكون لون اخضر. يلا
هيدا اللون الأخضر الغامق رح أنا لون فيه هيدي الورقة. فيني ما لونها كلها، رح حطها هون واطبع الورقة الثالثة. انتو كفوا تطبيع بطاقتكن على ذوقكن وبالألوان اللي انتو بتحبوا. أنا هيدي البطاقة اللي سبق وحضرتها لرفيقتي، بتمنى تبعتولي بطاقاتكن مع الأمنيات اللي بتحبوها على العناوين اللي عم تظهر على أسفل الشاشة. حلقة جديدة كتير مميزة ناطرتكن من I Can Draw. باي. Good day my friends. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. أخذنا بالحلقة الماضية تذكرنا مع بعض My Nature، وبقلبها كان في كلمات جديدة رجعنا عدناها مع بعض لحتى نتذكرها دايما. تعالوا نقراها سوا للمرة الأخيرة. My Nature. I love nature and all its hills. I enjoy drawing its mountains and I love the daffodils. It makes the air I breathe so clean, and it gives us water from its streams. I wake up early to watch the sunrise, and I go back home early before the beautiful sunset. بعض الكلمات جديد أخذناهم بهيدا الموسم رح أكتبون هلأ لحتى نرجع نعمله المراجعة. أول كلمة هي hills. Hill. شو يعني هيل؟ يعني تلة. هيل تلة تلة. تاني كلمة رح حطها عندي daffodils يعني النرجس. تاني كلمة daffodils نرجس، ما تنسوها. عندي كمان streams، قلنا نحن streams يعني الجداول. stream جدول المياه. streams جداول المياه. في عندي sunrise. And sunset. هني ضد بعض، بعكس بعض. Sunrise لما تشرق الشمس، وعندي sunset لما تغيب الشمس. ما غيب الشمس. في كلمة بعد رح اكتبها هي mountains، لأنه عم تمرق معنا كتير ولازم نحفظها. Mountains. Mountains الجبال. فإذن تعالوا نرجع نتذكرهم سوا. عندي أنا Mountains الجبال. Mountains. Sunset مغيب الشمس. Sunrise هو الوقت صباحاً لما تشرق الشمس، شروق الشمس. streams جداول المياه، في بقلبهم مي water جداول المياه. daffodils هن النرجس. وعندي hill يعني تلة. hills التلال. هودي كلمات الجديد. هلا أصدقائي بدي أسألكم سؤال، مين بيتذكر رافي؟ تتذكروا رافي؟ رافي كمان أخذناه قبل، مرق معنا بفيديو وقرينا عنه نص. بدكم تتذكروا مع بعض؟
خلينا هلأ نتوقف مع فيديو نحضر رافي ونتذكر شو القصة يلي أخذناها عنه. من بعدها رح نتهجن نص مع بعض. حضروا حالكم. Rafi at the park. Pat and Rafi are neighbors. They go to the same school. Pat is in grade 2 and Rafi is in grade 1. Last Saturday, Pat and Rafi met each other at the park across their building. Hello, Rafi. How are you? Fine, Pat. Thanks. How are you doing? I'm okay. I am here with my mom to watch the birds. Bird watching is our hobby. What about you? Oh, well, my hobby is painting. I come to the park to look at the trees and try to draw and paint. That's why I have all my painting tools with me. Wow, that's so interesting. What's your favorite color? Blue. My favorite color is blue. My favorite color is green. I like everything that is green. That's why I like vegetables too. That's so funny. What's your favorite food? In winter, I love to have vegetable soup. In summer, what I like to have most is pizza with different vegetable toppings. What about you? My favorite food is chicken barbecue. And that's for all the seasons. Actually, I wish I had some right now. That's funny. Do you have any other hobbies? I like books too. I love reading. What about you? I like reading too. Maybe the next time we come to the park, we both bring our favorite books and read to each other. It's a great idea. حبيتوا النص؟ تذكرتوا الفيديو أخذناه قبل؟ رافي، في عنا كمان بات؟ وين التقوا؟ تعوا نقرأ النص سوا ونكتشف أكتر وأكتر. Pat and Rafi at the park. التقوا بالمنتزه. At the park. Pat and Rafi are, هون عندي verb to be, are neighbors. تتذكروا هيدي الكلمة؟ قلنا it's a special word. تلفظ بطريقة مميزة. Neighbors. كأنه عندي أنا هون. N-A-N-A-Y. Neighbors. They go to the same, silent E. لفظت هون A باسمها, the letter A. Same. They go to the same school. هن جيران وبيروحوا على نفس المدرسة. Pat is in grade 2 and Rafi is in grade 1. فإذا Pat
بالصف الثاني وعندي رافي في الصف الأول. Pat is in grade 2 and Rafi is in grade 1. Last Saturday. Saturday. يعني بالسبت الماضي. Pat and Rafi met a مثل egg. Ma met each. هون عندي two vowels. بلفظ الفاول يلي سبق. Pat and Rafi met each. C-H. ch. Other. تقابلوا Matt and Rafi at the park. Park. عندكم هون kicking K. وين هيدا المنتزه؟ Across their building. Building. التقوا وين؟ بالمنتزه. والمنتزه كان قريب على البناية تبعه مطرح ما هن عايشين. وهون بلش الحوار بين رافي وبين بات. تعالوا نقرا الحوار. بات لما يكون في اسم وتو بوينتس يعني بات هو اللي عم يحكي. هيدا الاسم عم يحكي. هلو رافي، هاو ار يو؟ فاين فاين بات، ثانكس. هاو ار يو دوينج؟ ing doing. تذكروا ing ing مثل walking swimming listening بزيد ing بالاخر ing. thanks how are you doing؟ red pat I'm okay. I am here with my mom to watch. it's a special word watch. الآية فيها بلفظة O. Watch. I'm here with my mom to watch the birds. ما بقول beards. B. B. Birds. قال بات إن هو إجا مع أمه لحتى شو يعملوا يشاهدوا الطيور. Bird watching is our hobby. Hobby. يعني هيدي هوايتهم إنه يقعدوا ويشاهدوا الطيور يتفرجوا عليهم. What what about هيدي او about you؟ سألوا. وانت؟ سألوا لرافي. جاوب رافي. Oh well my hobby is painting. شو لفظت هون؟ عندي A و I. لفظت أول فاول يلي سبق A. Painting. فإذا رافي شو بحب يعمل؟ شو هوايته رافي؟ رسم. Painting. الرسم والتلوين. Painting. I come to the park. I come to هون silent E. To the park to look at the trees and try to draw. الاي بلفظة او مثل ما قلنا watch الاي بلفظة او وdraw الاي بلفظة او. To draw and paint. Paint. فإذا رافي بيجي على البارك حتى يقعد يرسم ويلون. That's th بلفظة the. That's why I have all my painting tools. Double O. شو بعمل؟ O. بحط هيك O وبشد على O. All my painting tools with me. قال له كرمال هيك هو جاب معه كل معدات الرسم والتلوين لأنه هيدي هوايته وبيجي بيمارسها وين؟ بالبارك. Wow! That's so interesting. 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 What's your favorite? Favorite. يعني favorite color يعني لونه المفضل. Color. What's your favorite color? عم يسألوا بات شو لونك المفضل؟ جاوب رافي
بلو. لفظت اليو هون لأنه سبقت الإي بلفظ أول فاول يلي بتسبق. بلو. My favorite color is blue. لوني المفضل هو أزرق. أما بات، My favorite color is green. لونه المفضل هو أخضر. I like everything that everything فينا نقسمها قسمين. Everything that is green. بحب بات اللون الأخضر وبحب كل شيء لونه أخضر. That's why هون ال H ما بتلفظ وه. I وه why why. I like vegetables too. Vegetables. Vegetables يلي هن الخضار. Vegetables. هيدا أول part من النص تبعنا. صرنا نعرف إنه رافي وبات هن جيران. وين التقوا؟ They met at the park. Across their building. ومن بعد عرفنا شو هواية كل واحد منهم. بات هو بالصف الثاني بينما رافي بالصف الأول. بات هوايته إنه يقعد ويشاهد الطيور أو العصافير. منقول bird watching. أما رافي فهوايته هي إنه يرسم ويلون. Painting. He likes to draw and to paint. وعرفنا كمان شو ألوانهم المفضلة. لون المفضل تبع رافي هو بلو ولون المفضل تبع بات هو جرين. هودي هن بات اند رافي تذكرني هون اليوم. رح نرجع نكمل البارت تاني the second part of the text بس بالحلقة المقبلة. هلأ في عنا بعد اشياء كتير بدنا نتعلمها بالفقرة الأخيرة. نتوقف لفاصل صغير ورجعت لكم. She plays with her friends every day. Present tense. Yesterday, she played with her friends. Past tense. I go to school every day. Present tense. Yesterday, I went to school. Past tense. أصدقائي، هلأ بدي أتذكر أنا وياكم الفرق بين السبجكت والأوبجكت. رح أكتبون على اللوح هون عندي. سبجكت وعندي هون Object. رح اكتب انا جملة على اللوح وانتو رح تتذكروا الفرق بين السبجكت والأوبجكت. سام an apple. Sam هو subject and apple هو object. مين اللي أكل التفاحة؟ Sam. مين يلي عمل الفعل؟ Sam. مين هو subject؟ Sam. مين هو الفاعل؟ Sam. Subject يعني فاعل. الفاعل. طيب شو أكل Sam؟ أكل التفاحة. التفاحة هي المفعول به. تذكرتون مفعول. المفعول به. سام ate an apple. طيب مش بس هيك، بدي اياكم تذكروني شو يعني pronouns. شو هن البرونونز اللي أخذناهن؟ لما كنا عم نقول verb to be قلنا I am. You are. He is. She is. It is. Are you. He. She. It. We. You. They. هودي كلهم شو بقلن؟ pronouns.
عندي. I, you, he, she, it, we, you, they. How they the pronouns. وإذا بتلاحظوا كتبتهم أنا بالأورنج رح أتحدهم subject pronouns. Subject pronouns هن ال pronouns يلي بيجوا محل الفاعل محل ال subject. قلنا قبل نحن إنه ال pronoun هو بيجي بيقعد محل الاسم محل الناون. مثل سام هون هو فاعل وهو اسم. تيجي وحده من هودا البروناونز وبتسيح الاسم وبتقعد محله. لانه سام سبجكت بياخذ من السبجكت بروناونز، شو في يحط محل سام؟ مذكر ومفرد. بحط هي، بشيل سام بحط محله هي. هي ايت ان ابل، ضل في فاعل بس محل الاسم حطيت انا pronoun ونقيت من السبجكت pronouns لانه الاسم يلي اخذ محله هو فاعل. ونفس الموضوع للمفعول به. اذا انا بدي اجيب pronoun وحطه محل المفعول به، في pronouns غير هودي كمان اخذينهم من قبل. object pronouns هني me, you, him, her, it, us, you, them. شو الفرق بين I, you, he, she, it, we, you, they و me, you, him, her, it, us, you, them؟ هودي البرونونز بيجوا بيقعدوا محل الاسم يلي بيكون فاعل، بينما هودي لهيدي المال بيجوا بيقعدوا محل الاسم يلي بيكون المفعول به. بقول لهم object pronouns. object pronouns يعني محل an apple في حط it. بيصير he ate it. he ate it. أو Sam ate it للأبل. هلأ أنا وياكم رح نستخدم verb to like لحتى نقدر نتمرن على كتابة subject pronouns والobject pronouns. رح بلش بحط، بدي أقول أنا I like أنت، أنا بحبك أنت أو بحبك أنت. بقول I like you. شو استخدمت هون؟ استخدمت verb to like، استخدمت معه two pronouns، واحدة subject pronoun مين يلي بحب؟ أنا I like. وأنا مين بحب؟ مين الobject هون؟ you. you أخذتها من هون والI أخذتها من هون. بكمل، في أخذ he likes، في استخدم me، he likes me يعني هو بحبني إلي. he subject أخذتها من subject pronouns من هون، والme هي object أخذتها من object pronouns من هون. في كمل كمان بقول she likes it، we like them يعني نحن منحبهم، they like us يعني هن بحبونا. هون عندي subject pronouns هن يلي عم بيقوموا بالفعل، هن يلي بحبوا. وهون عندي object pronouns هن المفعول به. خلينا نرجع نقولهم مع بعض: me, you, him, her, it, us, you, them. me أنا، you أنت أو أنت، him بحبوا إلو،
her بيحبوها إلا. It إذا غير عاقل شيء أو حيوان. مثلاً بيحبوا البسينة بيحبوها إلا للبسينة. Us نحن بيحبونا إلنا. They like us. You أنتم بالجمع. Them هم. They أو we like them. نحن بنحبون إلن. فإذاً لاحظوا الفرق أصدقائي بين subject pronouns and the object pronouns. إذا بتكون تعملوا جمال فيكن تستخدمون اتنيناتهم بيجوا محل الأسماء. محل subject ومحل الأوبجكت. فإذا ما تنسوا خلينا نقوله للمرة الأخيرة. Me, you, him, her, it, us, you, them, هم. I like you. I like her. I like him. I like it. I like us. يعني أنا بحبنا لإلنا. يعني إذا أنا ورفقاتي وبدي أقول إنه أنا بحب حالي أنا ورفيقتي مع بعض، بحب صداقتنا، بقول I like us. في يقول I like you أنتم، أنا بحبكن إلكن. I like them أنا بحبهم إلهم. رح ناخد examples بعد أكتر وأكتر ورح ناخد تمارين تنتدرب عليهم. أهم شيء ما تنسوهن اكتبون على الدفتر subject pronouns, object pronouns. أنا هلا أصدقائي بدي ودعكم. ما تنسوا تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. اكتبوا السبجكت والأوبجكت pronouns وفيكم تبعتوا لنا إياهم على الفيسبوك. أنا أشوفكم بالحلقة المقبلة. باي باي. A-E-I-O-U A-E-I-O-U are vowel letters. Let us read those words. A-E-I-O-U A-E-I-O-U. The letter A in apple, arrow, ant. We pronounce it A. A-E-I-O-U A-E-I-O-U. The letter E in bed, red, jet. We pronounce it A. A-E-I-O-U A-E-I-O-U. The letter I in pig, lip, sit. We pronounce it I. A-E-I-O-U A-E-I-O-U. The letter O in dog, pot, fog. We pronounce it O. A-E-I-O-U A-E-I-O-U. The letter U in bug, rug, cup. We pronounce it A. مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بفقرة ماي ستوري. قصتنا لليوم كتير شيقة وبتحكي عن الحرب. الحرب كلمة بشعة تعني إشياء كتير مش حلوة، لكن عنا بالبيت كانت عم بتخبر سعاد كانت تتسلى هي وبيت خالة. أصدقاء لسعاد تعجبوا وقالوا لها كيف ممكن الواحد يتسلى بالحرب ولو؟ قالت لهم سعاد أكيد مش بالحرب، الحرب مثل ما قلت لكم كتير بشعة، ما كان في كهرباء، ما كنا قادرين نجيب خبز لناكل، وفي أصوات منسمعها بتخوف كتير. لكن كان في أوقات يزورونا ولاد خالي، نلعب ورق تحت ضو الشمعة، نعمل أشكال مضحكة على الحيط بخيالاتنا، ولما ننعس ننام نحن وعم نضحك على فراش على الأرض. إذا بدكن نشوف كيف كانوا سعاد وبيت خالة يعملوا فيكن تشوفوا معي على الحيط. كانوا يعملوا أشكال بإيديهم مثل مثلاً كلب عم يعمل عو 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 عو، وهيدي الخيالات كانت تضحكن وكانوا يلعبوا سوا. هيدي كانت لعبتهم المفضلة. من الأصدقاء اللي كانوا عم يسمعوا قصة سعاد بنت اسمها نورة زعلت كتير وقالت لسعاد ما حبيت أبداً إنك تقولي إنك كنت عم تتسلي بالحرب،
وبحزن قامت وتركت الجلسة. قصة نورة والحرب كانت حزينة مثل كتير من القصص، وما كانت قادرة تسمع عن الموضوع أبداً. راحت سعاد لعندها وعزمتها لعندها على البيت وقالت لها: فهمتيني غلط، ولا يوم رح تكون الحرب ذكريات حلوة، كلها صعبة وفيها كتير خوف، بس رح نستأذن الماما ونجتمع كلنا سوا عندي بالبيت ونكون عم نحط شموع ونكون عم نجرب نتسلى، ورح فريكم كيف كنا نلعب أنا وبيت خالي. وإجا الوقت لما كانوا مجتمعين عن سعاد، طفوا النور ووضعوا الشمع على الطاولة وبدأوا يعملوا أشكال على الحيطان بأصابيعهم وبإيديهم، وهون الكل صار عم يضحك، ونورة أيضاً حاولت وضحكت كتير وفهمت خبرية سعاد عن أيام الحرب وقت ما كان يكون في كهرباء، وتحولت هيدي الجلسة لجلسة أسبوعية لأصحابنا. وبعد فترة من التدريب تحولت هيدي الجلسة لعرض بالمدرسة، حيث صاروا يخبروا قصص عن الأرنب والسلحفات والعديد من القصص التانية لأصدقائهم، كلها كيف؟ بأصابيعهم وبإيديهم وبالخيالات اللي كانوا يعملوها على الحيط. شكرت كتير نورة صديقتها سعاد إنه خلتها تشوف نور الشمعة أقوى من ظلمة كلمة حرب وظلم قصص الحرب، حتى إنه أطلقوا اسم على فريقهم اللي بيقدم العرض، اسمه نور بالظلمة. الفرقة اشتهرت كتير، وحتى بالمكتبة وبالمدارس طلبوا منهم إنه يجوا ويقدموا العرض اللي بخبر قصص مهضومة بالخيالات. ما كانت سعاد تخجل تخبر القصة اللي على أساسها انطلق الفريق، لأنه كانوا الولاد يتشجعوا كيف قدروا هيدا الفريق يخلقوا من الضعف قوة. أصدقاء الحرب هي عن جد قصة بشعة، مثل ما في كتير قصص بشعة بحياتنا وبمجتمعاتنا، ولكن قصة سعاد ونورة اليوم بتخلينا نفكر سوا كيف ممكن نخلق من الضعف قوة مثل ما هن عملوا، وكيف ممكن كمان من الظلمة نخلق نور، نخلق شيء حلو للناس اللي حوالينا يتشجعوا ويكونوا فرحانين. وإذا كان عندكم قصة بشعة عن الحرب عشتوها أو مرقتوا فيها، بشجعكم أنه تكونوا عم تنتصروا عليها وتقولوا نحن أقوى، وتخلوا هيدا الضعف يصير قوة. قصتنا بماي ستوري خلصت لليوم، بتمنى عليكم تتابعونا دايماً لحتى نكون عم نتعلم أمور جديدة عن حياتنا اليومية. بودعكم، باي باي. مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي، بشكل خاص حصة الرياضيات Mathematics. أنا شمس بعلمكم هيدا المادة يلي هي حلوة كتير ومسلية، بذات الوقت بتخلينا نتعلم أنه نفكر بشكل منطقي سليم، وأكيد كل الأشياء اللي عم نتعلمها رح تساعدنا بحياتنا، نقدر نحسب ونجمع ونستخدم الأرقام والأشكال وكتير أشياء تانية. كرمال هيك بدي اياكم دايما تكونوا منتبهين ومحضرين حالكم حتى تكتبوا وتاخدوا المعلومات اللي نحن عم نتعلمها سوا حتى ما تنسوها ابدا. مثل ما بتعرفوا بكل هيدي الفتره نحن عم نعمل تمارين مراجعه لدروس سابقه نحن تعلمناها، واكيد يمكن انتم بعدكم متذكرينها، ويمكن في اشخاص بيناتكم عم يتدربوا عليها دايما ويعيدوها، بس حلو انه نرجع نتذكرها مع بعض. بحصتنا لليوم رح نكون عم نحكي عن أسلوب الطرح Subtraction، يعني عكس الأديشن. بدل ما أنا أجمع رقمين مع بعض أو أكثر، زيدهم على بعض، ضيفهم ولاقي المجموع يلي هو السم. بالSubtraction نحن منشيل، مناخد من رقم أرقام تانية ومنلاقي منسميها The Difference، يعني بدل ما يكون مجموع منلاقي الباقي. إذا بدكم منشيل رقم من رقم تاني ومنشوف قديش باقي عنا. أكيد رح يكون في عنا تمارين على اللوح وإشياء تانية نعملها مع بعض، فحضروا حالكم
وفتحوا عيونكم وأذنكم كتير منيح لحتى ترجعوا تتذكروا مع بعض هيدي الدروس. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add. What do we get when we subtract? We get the difference. Yes, we get the difference. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add. The answer that we get when we subtract, the answer is the difference. Yes, it's the difference. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add. وهلأ رح نبدأ بأول تمرين بحصتنا ورح نشوفه مع بعض على اللوحة. التمرين بيقول There are 56 kids at school. في 56 طالب بالمدرسة. 16 of them are girls. 16 منهم هن بنات. اوكي؟ لكن عنا there are 56 kids at school. المجموع هو 56 كل الولاد اللي هن بالمدرسة. 16 منهم هن بنات. والسؤال هو How many boys are there at this school? كم صبي في بهيدي المدرسة؟ إذا هن قايلين إنه في 56 كمجموع، يعني الصبيان والبنات مع بعضهم، وحددوا لنا إنه في 16 بس بنات والباقيين كلهم the rest هن boys. يعني أنا أكيد لحتى حل هيدي المسألة وأحذر الجواب وأعرفه كم صبي في بهيدي المدرسة، لازم أعمل أسلوب الطرح. شو بعمل؟ بجيب الرقم يلي هو أساساً عطونا إياه يلي هو المجموع 56، ولازم شيل منه عدد البنات يلي عطوني إياه. مزبوط؟ لازم أطرح شيل عدد البنات، يعني حتى أعمل هالشي لازم أحط ماينس عدد البنات هو 16 equals يساوي بدي لاقي الفرق. الفرق هو يعني إذا عندي 56 ولد 16 منهم بنات، الرقم الباقي الباقيين هن صبيان، فبعمل 56 ناقص 16 56 minus 16 تلاقي الجواب. وتقدر حل هيدي المعادلة بعمل vertical subtraction. طبعا بحط التنس تحت بعضهم والونز تحت بعضهم. 6 minus 6 0. 5 minus 1 4. 40 بيطلع الجواب 40. يعني فيني اكتب هون 40 boys at school أو at this school. There are 40 boys. ليش؟ لأنه شلت عدد البنات من المجموع، اللي بيبقى هو رح يكون الجواب لنعرف قديش هو عدد الصبيان الموجودين بهالمدرسة. فهمنا كيف؟ بعمل subtraction، بعمل vertical subtraction، الones تحت بعضهم والtens تحت بعضهم وبلاقي the difference. كمان عنا أمثلة أخرى. There are 367 flowers in the garden. في 367 زهرة بالحديقة. 300 of them are roses. 300 منهم هن وردة، نوع معين من الأزهار. والباقي the rest are tulips. الباقيين هن tulips كمان هو نوع من الأزهار. السؤال هو how many tulips
tulips are there in the garden. كم tulips في بقلب هيدي الحديقة. نفس الشيء بدي استعمل أسلوب الطرح، بس هيدي المرة إذا لاحظتوا الأرقام اللي عندي هون فيهم ثلاث أعداد، 3 digits. أوكي؟ هلأ رح نعمل أسلوب الطرح، رح حل هيدي المسألة هون. عنا المجموع بقلب هيدي الحديقة هو 367 flowers كلهم مع بعض. قالوا لنا إنه 300 منهم هن roses والباقيين كلهم tulips. كم tulips في؟ كم tulip عندهم بالجنينة؟ لازم نعمل هيدا المجموع minus roses يلي هن 300، الرست الباقي يلي بيبقى عنا هون بيكون عدد التوليبس. فهمتوا كيف؟ هلأ لازم أعمل vertical subtraction. طبعاً بحط الهندردز تحت بعضهم والتنس تحت بعضهم والونس تحت بعضهم وبحط هيدا الخط 7 minus 0 7 6 minus 0 6 3 minus 3 0 ما بحط شيء. الجواب هو 67. There are 67 tulips in the garden. فهمتوا كيف؟ شكل كتير بسيط بقدر انه اعمل subtraction اسلوب الطرح. اخر مثال كمان رح نقريه مع بعض. The teacher الاستاذ او المعلمة corrected 278 test sheets. المعلمة صلحت 278 ورقة امتحان. 134 were math exams, the rest were science. يعني 134 منهم كانوا رياضيات math والباقيين كانوا علوم sciences. How many science sheets did the teacher correct? كم ورقة علوم صلحت هيدي المعلمة؟ إذا كلهم مع بعض اللي صلحتهم هن 278، لازم اكتب هيدا الرقم هون، و134 منهم كانوا ماث، بشيل منهم 134 واللي رح يبقى هون the rest the difference بيكون هو عدد الاوراق يلي فيهم ساينس. اوكي، فاذا 278 minus 134 equals، كمان مره رح اعمل vertical subtraction. 8 minus 4 4 7 minus 3 4 و 2 minus 1 هي 1 والجواب بيطلع 144. يعني بكتب the teacher corrected 144 science sheets. وهيك بنكون عملنا subtraction وشفنا الdifference، والdifference طلعت هي الجواب. ما تنسوا انه فينا نعمل subtraction ل 2 digit numbers، فينا نعمل subtraction ل 3 digit numbers كمان. وهيدا كان الشيء اللي عم نتعلمه نحن اليوم بحصتنا عن السبتراكشن. تابعونا عندكم وتدربوا عليهم، وخلينا نروح مع بعض للفقرة اللي جاية. وهلأ رح نتابع مع كمان تمرين جديد على اللوح. تمرين بيقول circle the correct answer. يعني في عنا هون سبتراكشن وفي عدة احتمالات للجواب الصحيح، نحن بدنا نحط دائرة حول الإجابة الصحيحة.
أول وحدة هي 680 - 40. 680 - 40، شو بتقولوا الجواب؟ هو 640 - 630 - 645؟ خلينا نشوف. 680 - 40. 0 - 0 = 0. 8 - 4 = 4. 6 - 0 = 6. الجواب هو 640. كان فينا نعمل mental math، كان فينا نعمل دغري براسنا هيك الونز نطرحهم من بعض والتنز نطرحهم من بعض والهندرد كمان، كان فينا نلاقي الجواب بشكل أسرع إذا دربتوا على المنتل ماث تتكونوا سريعين. تاني وحدة هي 703 - 92. نحن عم نعمل هلأ subtraction ل 2 digit number من 3 digit number، يعني هون عندي 3 أرقام عم بعمل ماينس لرقم فيه رقمين عددين. 703 - 92 = 612 - 611 - 614. خلينا نشوف، نكتبهم مثل العادة. 703 - 92، أكيد الناين لازم حطها تحت التنس والتو تحت الوانس وهون ما في شيء. 3 - 2 هي 1. 0 - 9 ما منقدر، تتذكروا شو منعمل؟ منستعير من الجيران، نجي على ال 100 بتصير 6، بناخد وحدة لهون تتصير 10. 10 - 9 هي 1. 6 - 0 هي 6. وهيك بصير عنا الجواب الصحيح اللي هو 611. حط دائرة نحوله مثل ما طلبوا مني. ذكرتوا كيف بنعمل borrowing، I borrow من الجيران، بستعير واحد من الجيران. 703 - 92 بستعير واحد، لأنه 0 ما فيني أعملها minus 9، فبجيب 1 من الجيران، بتنقص كمان هي 1 وبيطلع عندي الجواب. ثالث مثال 412 - 35 - 412 - 35 = منشوف 388 - 377 - 386. خلونا نشوف مع بعض. 412 - 30، أكيد بحط 3 تحت ال 1 لأنه هودي التنز بحطهم تحت بعض وال 1s كمان بحطهم تحت بعض. 2 - 5 ما بتزبط معي لأنه 2 هي أصغر من 5. شو بعمل؟ بجي لعند التنز حتى بتصير 0 وبجيب 1 لهون بصير عندي 12. 12 - 5 هي 7. 0 - 3 ما بقدر كمان، بجي لعند ال 100s باخد منهم 1 بتصير هي 3 هون بحط 1. 10 - 3 هي 7 وهون 3 - 0 بتضلها 3 والجواب هو 377. بحط دائرة من حوله. شفتوا انه هون انا عملت borrowing مرتين، استعرت مرتين، مرة استعرت من التنس لانه الوانز هن اقل، ومرة استعرت من الهندردز لانه التنز هن اقل. هيدي طريقة كتير سهلة بتساعدني انه اقدر حل المعادلة الحسابية ولاقي الجواب الصحيح. فاذا اكتبوا هول الامثلة عندكم، حلوهم وزيدوا عليهم انتو امثلة من عندكم، ودايما ارجعوا لهم حتى ما تنسون ابدا. وهلا رح ننتقل انا وياكم لاخر فقره بحصتنا. (300 - 20 = 280
565 minus 43 equals 522. 784 minus 213 equals 571. 655 minus 320 equals 335. وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا. بهيدي الفقرة رح يكون في عنا تمرين كتير حلو رح أبدأ فيه أنا وعلمكن إياه، وبعدين أنتو بتكملوه لحتى تلونوا بالآخر هيدي الصورة. في عنا صورة هون فيها أدوات رياضة، قبعة، طابة وكفوف وهيك أشياء. لحتى نعرف كيف بدنا نلونهم هن عطيونا إنه إذا كان الرقم بين 0 و 20 من لو نتركها أبيض، إذا كان بين 21 و 40 من لونها أزرق، إذا كان بين 41 و 60 من لونها براون. أوكي هيك يعني. بس نحنا بالأول لنقدر نعرف شو الرقم لنقدر نلون بدنا نحلهم. في عنا في منهم addition وفي منهم subtraction. خلونا نبدأ لنقدر نعرف شو بدنا نلون. هون هيدا الأريا رح نعمل 17 plus 17. 7 plus 7 14. بحط ال 4 مع ال 1s وال 1 مع ال 10s. 1 plus 1 2 plus 1 3. الجواب هو 34. 34 هي هون يعني بلو، يعني هون كله لازم نلونه بلو. اوكي انتو حلوه ولونه بالبلو. لنعرف شو بدنا نلون هون هيدا الاريا نعمل 72 minus 38. 2 minus 8 ما فينا، منروح على 10s نستعير 1 بتصير 12 minus 8 4 و 6 minus 3 الجواب هو كمان 34، يعني هون كمان بدنا نلونها بلو. شفتوا كيف لقينا 34 ب addition ولقينا 34 ب subtraction ل 2 digit numbers. تنشوف شو بدنا نلون هون. نعمل 65 minus 37. 5 minus 7 ما بتزبط، منروح على 6 ومنستعير 1 لهون بتصير 15 minus 7 بضل عنا 8 وهون بتصير 5. 5 minus 3 هي 2، الجواب هو 28. 28 يعني بدنا نلون كمان بلو، لكن كل هيدي الاريا بدنا نلونها بلو. هيدي الاريا هون شو بدنا نلونها تنشوف. 23 plus 17. 3 plus 7 هي 10، بحط 0 هون وال1 مع ال10. 1 plus 2 3 plus 1 4 الجواب هو 40، كمان بلونها بلو لانه بعدنا بين 21 و 40. 19 plus 14. 9 plus 4 بتطلع 13، بحط 3 مع ال1s 1 مع ال10s. 1 plus 1 2 2 plus 1 3 بيطلع الجواب 33، كمان بلو. يعني كل هيدي شفتوا هون كله عم نلونه نفس اللون. واخر وحده هي 60، اخر وحده بهيدي الاريا 60 minus 19. 0 minus 9 ما بنقدر، بنروح عند الجيران عند ال 10s ناخذ وحده بتصير 10 minus 9 1 و 5 minus 1 هي 4، بيطلع الجواب 41. لازم لون ببراون، هون لازم لون ببراون. هلا القبعة شو لازم لونها؟ ببدأ بأول قسم هون 58 plus 15. 8 plus 5 هي 13، حط 3 مع ال 1s و 1 مع ال 10s. 1 plus 5 6 plus 1 7 73، يعني لازم لونها هيدي الجهة ريد. 83 minus 16. 3 minus 6 ما بتزبط، منستعير 1 من هون. 13 minus 6 بضل 7. 7 minus 1 6 67، يعني لازم لونها ريد كمان. 39 plus 39. 9 plus 9 هي 18، بحط ال 8 هون و 1 هون. 1 plus 3 4. 4 plus 3
7 78. كمان لونها ريد، يعني كل القبعال هاد بدي لونها ريد. الطابة شو بدي لونها؟ 70 minus 58 0 minus 8 ما بقدر، بستعير من التنز وحدة. 10 minus 8 2 6 minus 5 1 12، يعني لازم اتركها بيضة للطابة. هلا الباقيين رح اترك لكم اياهم انتو تعملون وتعملوا مثلهم لحتى تشوفوا شو بدكم تلونوا. فيكم تحضروا ورقة مثل هاي تعطوها لرفقاتكم او اخواتكم حتى هن يحلون ويكونوا عم يتعلموا اللي انتو تعلمتوه اليوم بحصتنا. هذا كان كل شيء بحصتنا لليوم. قبل ما ودعكم بدي اذكركم انه نحن بنحب تتواصلوا معنا وتشاركونا برسائلكم عبر الصفحة يلي هي موجودة على الفيسبوك www.facebook.com. بتفوتوا على الصفحة اللي اسمها مدرستي سات 7 كيدز، واكيد رح نكون كثير مبسوطين انه نستلم منكم الرسائل والمشاركات. وهلا بدي ودعكم، برجع بلتقي فيكم بحصة جديدة. باي. .358 is the standard form. How much is each of these digits worth? The 3 is in the hundreds place. The 5 is in the tens place. And the 8 is in the ones place. This is the expanded form. 300 plus 50 plus 8 equals 358. Taking a number and pulling out all of its digits is to make the expanded form. فانيسا رح كون معكم بفقرة نورز دايري أو يوميات نور. سوا رح نتسلى نتعلم إشياء كتيرة بتفيدنا بحياتنا اليومية. بس أنا ما رح كون لحالي، رح ترفقني نور. مين نور؟ خلينا نتعرف عليها سوا. نور is a girl. She is 8 years old. She likes dancing, doing sports, and many other interesting activities. Let's join Noor in her daily life and learn wonderful lessons. حبيتوها لنور؟ أنا كتير حبيتها. مثل ما شفنا بالفيديو، نور عمرها 8 سنين. بتعمل كتير نشاطات، بتحب ترقص، بتحب تعمل سبور، وبتعمل كتير قصص تانية كمان. بس نور أوقات بتعمل قصص كتير منيحة، وأوقات بتعمل قصص كتير غلط. أكيد نحنا رح نتابع يومياتها، بس رح نتعلم منها القصص المزبوطة. وكمان بكل حلقة رح يكون عنا سؤال، وبآخر الحلقة رح يكون عنا الإجابة. سؤالنا لليوم هو Why are tears important? سؤالنا لليوم، ليش دموع مهمين؟ شو مرة فكرتوا بهيدا السؤال؟ جربوا تلاقوا الجواب وخليكم معنا لآخر الحلقة لتتأكدوا إذا الإجابة تبعكن صحيحة. اليوم أنا وياكن رح نتعلم كيف منهتم ومنحافظ على عيوننا وإيدينا. قبل ما نبلش خلينا نشوف شو صار اليوم مع نور. نور is playing at the park. Suddenly, the sunlight hits her eyes and she falls off the slide. مثل ما شفنا بالفيديو، نور كانت عم تلعب بالحديقة وفجأة بفوت ضوء الشمس بعيونها ووقعت. فشو صار بنور لما اجت الشمس بعيونها؟
لما طلعت نور بالشمس بطريقة مباشرة الضوء إزال عيونها. فإذا نحن ما لازم نعمل مثل نور ونطلع دغري بالشمس أو بأي ضوء قوي. نحن منعرف إنه عنا عينتين كرمال نقشع، الجفون، الرموش والحواجب، وظيفتهم يحموا عيوننا من الغبرة، الهواء والضوء القوي يلي بيأذي. كمان في صندوق عظمة حول العيون ليحميهم. خلينا نشوف الحواجب، الرموش والجفون. بعد مرة أنا وياكم حفظتون، الحواجب، الرموش والجفون. شفنا كيف فينا نحمي عيوننا من الضوء القوي والغبرة. هلأ رح نتعلم كيف منحافظ على نظافة وسلامة إيدينا. عم جيب ثلاث أشياء معي. أول شيء لنحافظ على نظافة إيدينا فينا نستعمل الصابون. أكيد أول شيء منبلل إيدينا بالماء، نرجع نمرغ الصابون على إيدينا، نمرغه أول شيء من جوا وبعدين من برا. بكون كتير منيح كمان إذا منقطع أصابعنا بين الأصابع لحتى ننظف الوسخ يلي بين الأصابع. نرجع كمان فينا ننظف ضفيرنا بهالطريقة، نحفهم منيح على كف إيدنا وتاني إيد كمان، نمرغهم منيح، نرجع منغسلهم بالماء ومننشفهم بالمنشفة. وهيك منكون تعلمنا أول طريقة لحتى ننظف إيدينا. تاني طريقة فينا نستعمل السبيرتو. السبيرتو فيها ألكول بتنظف لنا إيدينا من البكتيريا يلي موجودة على إيدينا. وتالت طريقة فينا نلبس الكفوف. أكيد إذا كنا لابسين الكفوف حتى لو حملنا شيء ما كان نضيف ما رح يجويلنا إيدينا أو ما رح يوسخلنا إيدينا. مش هيك نرجع نشلحه لجوا وهيك بكون بقى كل الوسخ جوا. هولي كان الطرق لحتى نتعلم كيف مننظف إيدينا. أما هلأ خلينا نشوف كيف فينا نحمي إيدينا أو نحافظ على سلامة إيدينا. أكيد أول شيء ما لازم ندقر القصص المكسورة وكمان القصص السخنة. ليه؟ لأنه بتحرقنا. خلينا هلأ نرجع نتذكر شو كان سؤال حلقتنا لليوم. Why are tears important? Tears are important because they help wash our eyes and clean them. إذن مثل ما شفنا دموع مهمين لأنه بغسلوا العين وبنطفوها. جربوا اهتموا منيح بعيونكم وإيديكم. حلقتنا لليوم انتهت، بودعكم ولقوني أنا ونور بحلقة جديدة من يوميات نور. باي. I will always wash my hands. I will touch a hot plate. I will use gloves to keep my hands clean. I will look at strong lights. I will let the dust enter my eyes. My friends, how are you today? أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مادة العلوم. اليوم بحلقتنا بدنا نشوف عن التلوث، بدنا نتعلم عن التلوث. التلوث بالإنجليش بقول أنا pollution. رح أكتبها على اللوح، بدكم تشوفوا كيف نكتبها؟ pollution. تعوا معي لأكتبها
اليوم درسنا عن التلوث. pollution. كيف نحن منشوف التلوث بحياتنا؟ فينا نشوف تلوث الهواء، فينا نشوف تلوث الأرض وتلوث المياه. تعالوا نشوف هود الصور يلي جبتون. أنتوا بتعرفوا إذا أنا وأصدقائي رحنا وعم ناكل بالطبيعة وتركنا كل الوسخ على الأرض، شو بعمل أنا؟ بشو بكون سببت؟ بتلوث الأرض. هودي اللي شايفينهم على السكرين لمون من الوسخ أو من الأوساخ اللي نحن منتركها. إذا أنا تركت هودي الأوساخ محل ما أنا كنت عم باكل، حد الشجر، بالطبيعة، هيدا كله شو بينتج عنه؟ تلوث الأرض. بلوث الأرض وبتصير الطبيعة تتدمر أكتر وأكتر. وهون عم بتشوفوا السيارات شو عم بيطلعوا؟ عم بيطلعوا دخنة. هيدي الدخنة بتطلع مثل هون كمان عم تطلع الدخنة من المعامل، وهيدي الدخنة شو بتسبب؟ تلوث الهواء. في تلوث الأرض، في تلوث الهواء. هيدي الدخنة كلها فيها مواد سامة بتبقى بالجو ونرجع نحن منتنفسها، بتأدي لأمراض. هيدا التلوث. في عندي كمان تلوث المياه. طلعوا هودي الأوساخ يلي تركناهم على الشاطئ أو تركون العالم يلي كانوا هونيك، شو بيعملوا؟ تجي المياه وبتاخدهم، بصير البحر كله ملوث. ونحن أخذنا قبل عن الووتر سايكل إنه نحن بيرجع المياه من البحر بتطلع على الجو، بترجع بتنزل كأمطار. وإذا المياه يلي بالبحر كانت ملوثة، ترجع الأمطار اللي عم تنزل علينا وعم توصل على الأرض وعم تنزل بالبلانتس، كلها بتصير ملوثة. وهيدا كله بقله pollution، وكله بيأثر على صحتنا وبيأثر على الطبيعة. فإذا أصدقائي بديكم تحضروا حالكم منيح، اليوم بدنا نحكي عن البولوشن، التلوث إلنا نحن منشوفه بالهواء، تلوث الهواء، تلوث الأرض، وتلوث المياه. وبدي أفكر أنا وياكم بطريقة وبحل للتلوث. إذا أنا طلعت زبالة من عنا بالبيت وحطيتهم برا وأخذوهم وحطوهم بالطبيعة أو كبوهم بمكب النفايات، وين عم بيروحوا هودا الزبالة؟ عم بيأدوا لتلوث. طيب شو الحل؟ بدي أفكر أنا وياكم بالحل اليوم، وبدي فرجيكم بعض الحلول يلي توصلنا لها. برجع لكم بعد فاصل صغير. Not all things we throw away are rubbish. A lot of them can be recycled. They can be changed and used again. We can treat used glass, metal, plastic, and paper to make new things like a table or a chair. أصدقائي بدي أفكر أنا وياكم بشغلة. إذا نحنا كل يوم بقلب المنزل تبعنا عم نطلع زبالة، لنقول اليوم أنا وعائلتي طلعنا زبالة وكان وزنها 2 كيلو، وجيراننا كمان طلعوا نفس الكمية، ونحن بالطابق في عنا 3 جيران، يعني نحن طلعنا 2 كيلو وجيراننا وفي بعض غيرهم 2. قديه بيكون الطابق عنا طلع زبالة؟ تعالوا نحسبهم. 2 plus 2 plus 2 plus 2 بيطلع عنا هون 4 5 6 7 8. صار عندي 8 كيلو 8 كيلوغرامز هودي بس من الطابق عنا بالبناية. وإذا البناية تبعنا فيها 5 طوابق، 5 5، شو بعمل؟ بضرب الـ 8 بـ 5 لشوف كل البناية قدي عم طلع زبالة. بعمل 8 كيلوغرامز تايمز 5، قدي بيطلع عندي 8 تايمز 5؟
بدي أعملهم 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 1 2 3 4 5 بيطلع عندي أنا قديش 40 بيطلع عندي 40 كيلو زبالة بس من عنا بالبنية تبعنا طيب وإذا الحي عنا فيه كم بناية؟ إذا فيه خمس بنايات بس الحي بس فيه خمسة يعني صغير قد ايه بيطلع عنا من الحي زبالة كل يوم؟ تعالوا نحسبها كمان 40 كيلوغرامز تايمز إلا نحن إذا عندي أنا خمس بنايات 5 تايمز 0 0 5 تايمز 4 20 طلعوا أصدقائي طلع عندي 200 كيلو زبالة بنهار واحد من الحي تبعنا عم تتخيلوا قدي كمية الزبالة يلي عم تطلع كل يوم مش بس من حينا في كتير أحياء وببلد لبنان في كتير مناطق كتير منطلع زبالة نحنا وإذا ما اهتمينا بهيدي الزبالة وين بدنا نحطها؟ فينا نحطها كلها بمكب النفايات؟ فينا نحطها ومن بعدها شو بنعمل فيها؟ إذا تركناها هونيك وصارت تزيد وتزيد وين بتروح؟ في حل لازم كلنا نعمله ونشجعه لحتى ما تأدي هيدي النفايات للتلوث وبالآخر تلوث الأرض والهواء والمي والحل هو رح أكتبه على البورد كلمة بدنا نتعلمها سوا اليوم ريسايكلينج ريسايكلينج يعني إعادة التدوير أنا باخد الزبالة باخد النفايات بنظفها بقسمها وبرجع بصنع منها أشياء جديدة وبهالطريقة بخفف من النفايات وبخفف من التلوث تعالوا شوفوا عندي على السكرين رح فرجيكم بعض الصور كيف بتصير إعادة التدوير هون عندي الزبالة كلهم مع بعض هيك منكبهم سوا وببلشوا يقسمون بشيلوا الكرتون لحالهم طلعوا هون شلنا الكانز لحالهم وهودا البلاستيك لحالهم منقسمهم بيرجع من بعدها بصير في تنظيف لهم بيتنظفوا وبيرجع اخر مرحله بيرجعوا بصير في لهم تصنيع من اول وجديد هذا الريسايكلينج هلا انا وياكم بتعرف شو رح نعمل بدي اعمل انا وياكم ريسايكلينج على طريقتنا الخاصه اذا انا عندي خيط بدي كبه واذا انا عندي كمان مجازين او ورق مجلات بدل ما كبهم وزيد النفايات شوفوا شو رح اعمل بدي اجرب انا وياكم نرجع نستخدمهم مره تانية ونعمل منهم عقد نكلس هيدا عندي الخيط بدل ما كبه رح استخدمه لحتى اعمل عقد وعندي هون ورق هودي الوراق بس نخلص نحنا منهم لنقول نحنا استخدمنا هيدي الورقة وخلصنا منها بدل ما كبها رح قسمها هلأ شوفوا كيف رح استخدمها لحتى أعمل عقد وهيدا العقد فيكن تعملوه أنتو كمان بالبيت بحاجة بس لخيط ولورق المجلة رح بلش بكل شقفة من المجلة لزقة بهالطريقة وببرمها
بدي فوتها بهيدا وبلش أبرمها. ببرمها بهالطريقة وبالآخر أنا حطيت الزيق على آخرها على الطرف تبعها. شوفوا شو صار عندي، هاي أول وحدة. في أعمل وحدة تانية كمان بنفس الطريقة، بحط على الطرف تبعها جلو وكمان ببلش أبرمها. ببرمها بهيدا الشكل بتلزق بالآخر لأنه حطيت جلو. شفتوا شو صار عندي؟ وهلأ بدي كملها لحتى في أعمل 5 أو 6 بصير عندي عقد بحطه برقبتي. والمميز بهيدا العقد إنه شو بيعمل؟ بيخفف من النفايات وبيرمز للريسايكلينج اللي عم نتعلم عنه اليوم. حط عليها نحطها بالشكل التالي على الجهة يلي ما فيها تلزيق، نطويها ومنبلش نبرمها. هيدي صارت عندي ثالث وحده، في يقربون على بعض. اللي بعدها، فاذا اصدقائي فيكم انتم تعملوها لحالكم، بتجيبوا خيط او حبله صغيره اذا الماما ما بدها تستخدمها او انتم ما رح تستخدموها بقى، بدل ما تكبوها بتجيبوها وبتجمعوا الاوراق يلي كان بدهم ينكبوا بزبالة، بتجيبون وبتعملوا مثل ما عم نعمل هلأ، قصمون بتحطوا على كل شقفة الزيق وبتبرموها بهيدا الشكل. رح زيد أنا بعد وحدة بس فينا نظبطها ونقصها بهيدا الشكل. بحطها من الجهة مثل ما قلت لكم يلي ما فيها جلو، بطويها وبلش أبرمها. وهلا شو لازم أعمل؟ صار عندي العقد تبعي، في قربوا على النص. فيكم تنقوا الكولرز يلي بدكم ياهن حسب الصور يلي على المجلة. فينا نربطها بهذا الشكل من فوق وهيك صار عندي أنا نكلس. وهيدا النكلس من شو عملته؟ من اشياء انا ما كنت بحاجه إلها وكنت رح كبها، بس رجعت استخدمتها من اول وجديد وعملت منها شيء فيي استخدمه، مثل هيدا العقد المهضوم في اعطي منه لرفقاتي. فاذا اصدقائي هيك بتصير عمليه اعاده التدوير. بس بالاول شو بنعمل؟ بدنا نقسم الزباله، منقسم الاوراق لحال، منقسم الجلاس لحال، الزجاج، منقسم كل شيء لحاله. من بعدها هودي المواد بيتنظفوا بيرجعوا بيتكسروا وبيتزبطوا وبصير إعادة تصنيع لهم من أول وجديد، بيصنعوا منهم أشياء جديدة. اليوم من بعد ما نتوقف لفاصل صغير بدي أنا وياكم نتعلم كيف فينا نحن نفصل الزبالة أو نقسمها. نحن الزبالة بنحطهم كلهم بكيس واحد، بس فينا نقسمهم نحط الوراق لحال، الكلاس لحال، الماتلز لحال. هلأ رح فرجيكم كيف، وهيدي الطريقة بتساعدنا وبتساعد الماما والبابا
حتى نساهم بالريسايكلينج ونساعد الأشخاص اللي بيعملوا ريسايكلينج، وكمان منكون عم نخفف من التلوث pollution. خليكن معي، برجع لكم بعد البريك. أصدقائي، مثل ما قلت لكم بدنا نتعلم هلا كيف فينا نقسم الزبالة تنساعد بإعادة التدوير بالريسايكلينج. لشو أنا فيي أقسم الزبالة؟ ما بحط كل شيء مع بعضه، لازم حط أول شيء البلاستيك لحال، كل شيء مصنوع من البلاستيك لحال، كل شيء مصنوع من الجلاس من الزجاج لحال، كل شيء مصنوع من الميتل لحال من المعادن، وكل شيء مصنوع من البيبر وراء كرتون بنحطهم لحال. جبت أنا معي تراش بينز، وكل وحدة هلأ رح أقسمها فيكن أنتو تعملوا بالمنزل تبعكن نفس الشيء. وشو بنعمل هلأ؟ رح حط أنا على كل وحدة إذا بيبر بلزق عليها بيبر، إذا معادن كل شيء مصنوع من المعادن بحط الميتلز، الجلاس، وفي حط هون آخر شيء بلاستيك، كل شيء مصنوع من البلاستيك. أنا معي هون قنينة المي يلي نحنا بنشرب فيها. إذا أنا شربت وخلصت، من شو مصنوعة قنينة المي؟ مصنوعة من بلاستيك. وين بدي حطها؟ مع الوراق، مع الميتل، مع الجلاس أو البلاستيك؟ بحطها مع البلاستيك. رح جيبها وحطها هون، بس رح شيل الغطا تبعها وحطها جواتها. وإذا أنا بدي كب مثل الفيز الصغيرة كنت حاطة فيها وردة وخلص ما بقى بدي إياها، أو إذا انكسرت وبدي كبها، وين بحطها؟ بحطها مع الجلاس، بحطها هون. وإذا عندي أنا مثل هيدي شربتها وخلصت منها، It's metal، وين بحطها؟ بحطها مع الميتلز. وآخر شيء إذا عندي papers مثل هودي اللي أنا استخدمتهم قبل شوي، هيدي الورقة شلتها أنا من مجلة، إذا خلصت منها وبدي كبها ما بحط كل شيء مع بعض، بحطها مع البيبر. فإذا قسمناهم لأربعة أقسام، عندي البيبر، عندي الميتل، الجلاس، والبلاستيك. وفي هلأ لزق عليهم أنا وإنتو نفس الشيء أصدقائي بالبيت فيكن تعملون، وهيك بتساعدوا أهلكن وبتعلموا أخواتكن الصغار كمان كيف يستخدمون وكيف نقسم نحنا الزبالة حتى نساعد بإعادة تدويرها. رح لزق الباقيين. إذن أصدقائي شو يعني ميتل؟ كل شيء مصنوع من المعادن. الجلاس هو كل شيء مصنوع من الزجاج، وعندي بيبر طبعاً بتعرف شو يعني بيبر، كل شيء مصنوع من الورق، وآخر شيء بلاستيك، كل شيء مصنوع من البلاستيك. وبهالطريقة كون أنا عم ساهم بمحاربة التلوث وعم ساعد الأشخاص يلي بيعملوا ريسايكلينج إنه يخففوا من التلوث. في محلات خصوصي بياخدوا الزبالة، وخصوصا إذا نحن قسمناها فينا نسأل بالحي عنا عن مكان بياخد هود الزبالة، بيكونوا مقسمين وهو بيرجع بيبعتهم على مكان آخر بيعملوا لهم إعادة تدوير ريسايكلينج. فإذا أصدقائي لازم كلنا نحارب التلوث
وأفضل طريقة لنحارب التلوث مثل ما شفنا بالصور لحتى ما يتلوث الهواء اللي منتنفسه والأرض اللي بتعطينا بلانتس وأكل وتما تتلوث المياه اللي منشربها لازم نحنا نعمل ريسايكلينج ونحارب بولوشن. وكم قسم فينا نقسم الزبالة؟ فور منقولهم آخر مرة مع بعض: paper, metal, glass and plastic. بديكم كلكم تعملوا مثل ما عملنا هلأ بالبيت عندكم حتى تساعدوا أهاليكم ولحتى نخفف من الزبالة. أنا هلأ بدي ودعكم لأنه خلص وقتنا، برجع بشوفكم بالحلقة المقبلة. ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. بشوفكم بالحلقة المقبلة، باي. Pick up trash, plant a tree. We should protect our earth, you and me. Let us pick up trash from the streets. Let us pick it up from the seas. Let's take care of Earth by planting a tree. Let us help the animals stay alive and free. Pick up trash, plant a tree. We should protect our Earth, you and me. Forests are beautiful to see. Let us stop cutting the trees to keep them beautiful as they can be. It's up to you and me. Pick up trash, plant a tree. We should protect our earth, you and me. Pick up trash, plant a tree. We should protect our earth, you and me. Thank you.